لاحظنا انتشار الحشيش والمخدرات بصورة كبيرة جدا بين السواقين، وده بيعتبر أكبر أخطاء مضرة جدا بالمجتمع. تعالوا نشوف لو السواق يحشش أو يشرب أي مخدر بيبقى عامل إزاي. يلا بينا. يوم من الايام خرجت من البيت، كنت رايح مشوار، ركبت عربيه مع سواق في الكرسي اللي جنبه، وباين على السواق معالم ان هو محشش او مبرشم جامد جدا، كل تفاصيله وكل حركاته بتقول ان هو في دنيا تانيه غير الدنيا. المهم العربيه حملت وطلعنا، دفعت له 5 جنيه واداني 2.5 جنيه باقي. شويه بعد كيلو كده قال لي انت خدت الباقي بتاعك؟ قلت له اه اخدته. بيقول لي لا يا صاحبي انت ما خدتوش. قلت له والله العظيم انا اخدت الباقي. قال لي ما تحلفش، اوعى تحلف. رحت مطلع له ال2.5 جنيه بقول له اهم ال2.5 جنيه عشان تصدق. راح قال لي ما تضحكش عليا يا صاحبي، ال2.5 جنيه دول انت مطلعهم من جيبك، المهم انت ليك عندي 2.5 جنيه. قلت له بس انا والله اخدتهم، ما ينفعش اخد فلوس حرام. قال لي الحرام ان انت تزعل اخوك بصله. قلت له طب ايه اللي ريحك يعني؟ قال لي تاخد ال2.5 جنيه. قلت له طيب ماشي هات. شويه بشويه وهو ماشي في سكته عمال يحدف يمين ويحدف شمال، خبط في عربيه وزنق في ميكروباص، والاثنين نزلوا من عربياتهم وجم كل واحد على شباك وعمالين يزعقوا معاه، وهو سايب كل ده وعمال يكلمني انا، بيقول لي هما بيكلموني انا صاحبي ولا بيكلموك انت يا استاذ؟ قلت له والله حضرتك انت اللي سايق فاكيد بيكلموك انت. قال لي هما بيقولوا ايه عشان انا سامعهم بيصوصوا. قلت له بيقولوا حضرتك زنقت عليهم. قال لي ما انا قاعد جنبك اهو، ولا نزلت من العربيه ولا زنقت على حد، بذمتك يا استاذ انا اتحركت من العربيه؟ قلت له يا استاذ بصله حضرتك يقصد ان العربيه هي اللي زنقت على العربيه. قال لي طب وانا مالي، بيكلمني انا ليه؟ ما يروح يكلم العربيه. المهم تملكت نفسي من الضحك على قد ما اقدر، والعربيه مشت والمشكله اتحلت على خير. مشى يدوبك 200 متر وقال لي يا استاذ هي العركه دي كانت على ايه؟ قلت له يا استاذ بصله ما تشغلش بالك، دي حاجه ليها علاقه بمصاريف المدرسه واحنا حليناها الحمد لله. فقال لي طب انا اديتك باقي الاجره بتاعك؟ قلت له اه اخدتها مرتين كمان، وبالله عليك بص قدامك بدل ما نلبس في اي حد تاني. قال لي يا استاذ ما تضحكش عليا، انا ما اديتكش الاجره والله لا تاخدها، ولو ما خدتهاش انا هزعل منك ومش هكلمك تاني. قلت في سر يا اخي ان شاء الله عنك ما كلمتني، انت عارفني ليه عشتي. ها يا استاذ هتزعلني؟ قلت له يا سيدي مش مهم، مش لازم تكلمني، خليك في السكه. قال لي طب طلاق 3 لانت واخد الباقي. المهم عشان الطلاق اخدت منه ال2.5 جنيه، حطيتهم على ال2.5 جنيه اللي كانوا معايا، وبقت ال5 جنيه كلها الفكه في ايدي. قام جاي بص لي بص تشك كده وقال لي بقول لك يا استاذ. قلت له نعم اتفضل. قال لي ما تجيب ال5 اللي معاك الفكه دي واديك 5 جنيه صحيحه عشان ادي الباقي للراجل اللي قدامي. وانا ببص كده اساسا انا قاعد جنبه في العربيه من قدام، مفيش حد قدامي. المهم اديته ال5 جنيه الفكه واخدت ال5 جنيه المجمدة، وفضلنا مكملين برضو في السكه. المهم واحنا ماشيين في الطريق جه المكان اللي انا المفروض انزل فيه، فقلت له على جنب يا اسطى هنا بعد اذنك. فانا نازل بيقول لي لا مؤاخذه بقى يا صاحبي معلش ما معيش فك علشان اديها لك، سامحني في الباقي.